الناس اللي عندهم شي واحد عزيز عليهم في الغربه وكيتعطل ما كيسولش فيهم وكيحسب لهم باللي راه نساهم، غيكونوا هاني راه ما نساكمش، راه نسى راسو، راه مسكين عنده واحد السويك كينوض في الخمسات الصباح كيدير داك السويك فوق دارو وكيجري مع الطريق باش يوصل للخدمه في 8، وعاود كيخرج من الخدمه في 6 العشيه عاود كيدير داك السويك على دارو وكيجري مع الطريق عاود باش يوصل للدار في 9 الليل. يا الله كيعطيه الوقت يدوش، الا كان كيصلي كيصلي ديك الركيعات كيجمعهم زعما فحال الا زعماك راه صلى الله يسمح علينا وكينعس. ومسكين ما كاينش شي فرق كبير ما بينه وبين البغل، غير هو البغل عنده البرداعه، هو مسكين عنده داك السويك فوق ظهره ماشي ما جيبيه. هادي ملي ما كيكون باقي ما مجوش شي، اما ملي كيتجوج كيتزاد له عاود للجام، حنا كنقولوا له في الشماليه الصريمه، وانتوما في الداخل كنقولوا له للجام على ما اظن. هاديك الساعه البرداعه داك السويك فحال البرداعه وكيتزاد له للجام، ايوا صافي غير نساوه، راه هو نسى راسو، الا ما سولتوش فيه انتوما حرام يسول فيكم، الله يسمح لنا منكم وصافي.